صدفة خير من ألف ميعاد، وهيك صار معنا مع فنانتنا الأردنية ديانا كرزون. عن جد صدفة. صدفة؟ صدفة بس أحلى صدفة دائما أنا أحلى صدفة عندكم. صحيح. وأنت أحلى ضيفة عندنا. حبيبتي صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ديانا. حبيبتي صباح الخير. أنا كتير منيحة. صباح الخير لكل أسرة رؤية، لسيدي صاحب الجلالة بقول له كل عام وأنت بخير، ولكل أسرتنا الأردنية بقول لهم صباح الخير. شو سبب وجودك عنا؟ أهلا وسهلا فيكي. ولو أنا عايشون يعني طبيعي أنا أكون موجودة، بس دائما الشغلات المميزة بتصدر زي ما قلت. يعني السنة اللي فاتت كان في إنا مناسبة، وهاي السنة برضو عنا مناسبة، فما في أحلى من اليوم أن أكون معكم. يعني إحنا دائما بنحبك تكوني موجودة هون وتنوري شاشاتنا وحفلاتنا، بس كمان ما عم نشوفك بحفلاتنا. مزبوط. يعني أنا كل الناس تقول إن ديانا مش ما بنشوفك لا بأعراس ولا بحفلات ولا هيك، يعني للأسف لأنه أنا يعني من السنة للسنة بكون عندي جرش بس، وشوي متعهدين الحفلات يعني شوي بيقللوا الكوست على المطربين الأردنيين. يعني أنا دايما بشوف إنه مش عشان إحنا يعني ولاد البلد إنه دايما يقللوا بالكوست تبعنا، فبقول لهم أنا دايما زينا زي أي فنان عربي بيجي أهلا وسهلا فيه من برا، بس برضو أنتوا كمان لازم تحترموا الفنان الأردني وتعطوه حقه، لأنه أنا ببقى فنانة معي فرقة موسيقية محترمة، فالبادجت مرات ما بيكون على هواهم، فقليلة حفلات كتير. وغير هيك انه انا مثلا ما بغني بمطاعم، ما بغني بنايتات وهي الشغلات يعني مثلا، فبحب دايما الحفلات الكبيرة، وما في احلى من جرش انك توقفي عليه يعني كل سنة، هذا بيكفيني صراحة. وقفتي في شاركتي في مهرجانات تانية، بس السنة الماضية هيك لاحظنا في كتير مهرجانات انتهت من الخارطة او التغت يعني لسبب الاحداث. للأسف الاحداث كلياتها يعني أثرت عليكم كفنانين. ما في خبر كويس يعني نتفرج، ما في خبر كويس عم بيأثر كتير على الوسط الفني، مش بس الوسط الفني الغنائي، عندك التمثيلي، عندك أي مجال الإنتاجي كلياته. أي حدا بيجي بده ينتج بقولك ما أنت شايف الوضع، يعني حتى الفانز يعني بقولهم صباح الخير كتير بضلهم يسألوني ما عندي جواب، لأنه هني ما بيعرفوا خبايا الوسط الفني، ما بيعرفوا قدي إحنا عم نتعب كتير لحتى نعمل ألبوم، بس بنفس الوقت إحنا ما بنقدر زي ما بقولوا ننزل ألبومنا بوقت غير مناسب. للأسف الأوضاع كل ما لها عم بتسيء، ما فيش إشي كويس، فإحنا منحاول إنه ننزله بوقت كمان عشان الصحافة ما تعتب علينا، لأنه إحنا الفنانين دايما سبوت علينا إنه نزل ألبوم مش وقت الألبوم، خلينا نشوف الشغلات السياسية وأشياء البلد. فكتير أثرت على الوسط الفني، كتير أثرت ماديا ومعنويا ونفسيا، لأنه إحنا بعتمد شغلنا على الجمهور. صح. بعتمد على الناس إنها تيجي تحضر فيلم، تكون في سبونسر لكليبات، تكون في سبونسر لألبومات، تعمل حفلات، تدفع فلوس للحفلات، فللأسف هذا كله راح. كله راح يعني تأثر كل الوسط الفني، تأثر ممثلين ومطربين يعني. وكلات ديانا على سيرة الألبوم، في ألبوم جديد راح ينزل على الأسواق. مزبوط. أنا عم بعمل ألبوم خليجي كامل تقريبا من 10 ل 11 أغنية، وبس تعاملت مع كتير ناس جداد وناس يعني معروفين ومش معروفين. يعني هذا الألبوم يعني كتير ناس طلبوا مني أن يكون في ألبوم كامل للخليجي، وعم بحضر كمان إشي لبناني مصري إن شاء الله. والعصفورة جت هدت على رؤية وعلى دنيا وقالت لنا في مشروع تمثيل. مزبوط. اقتنعتي؟ سبق وأنه أنا اقتنعتي؟ يعني لأنه سبق أن أنا كان عندي تجربة، بس أنا ما كنتش كثير تصوريني ده صورك صبغ إنه يعني أنا ما كنت كثير مبسوطة فيها، بس هاي السنة حيكون عندي إن شاء الله مسلسلين. يعني مسلسلين واحد خليجي خليجي عندك يعني خليجي اسمه مزبوط خليجي وان شاء الله مصري، بس ما بدنا نحكي تفاصيل، بس عم بقرا انا هلا يعني يعني اعطيتي الموافقه المبدئيه. الموافقه المبدئيه بدي اقرا اذا حسيته كثير لإلي، وحس حسيته كثير انا يعني بالان يعني فيه، اكيد رح اقول لهم اوكي انا ما عندي مشكله، ورح اتمرس يعني شوي على اللهجه الخليجيه لانه هي باللهجه الكويتيه. وما انه انا مواليد الكويت، فهن عشان هيك تحمسوا انه انا اكون في المسلسل. في عندنا كثير
بصبحوا عليكي منورين منورة نور. أهلا وسهلا بديانا وهلأ كمان بدنا نحكي ديانا إن بحبك آخر مشاريعك الفنية أمل حماشي من فلسطين تسألك هلأ سمعناهم ألبوم وتمثيل مسلسلين وإيمان كمان بتقول لك أهلا وسهلا فيك يا ديانا أهلا فيك. طيب خلينا يا ديانا نحكي شيء الناس في ناس زعلانين عليكي كثير ناس زعلانين عليكي اللي بحبوكي اللي صوتوا لك أيام سوبر ستار زعلانين من ديانا هو مش زعل هو يعني شوي الوضع الفني أو بحياتنا الفنية كان هي صعبة شوي صعبة إنه دائما إحنا مسافرين دائما مش متواجدين يعني أنا زي ما بشتاق للأردن وهن بشتاقوا لي كمان أنا عندي أهلي يعني أهلي بشتاق لهم زي ما بشتاق لبلدي زي ما بشتاق لأصحابي يعني لكل الناس اللي بحبها فمجال شغلي شوي كتير يعني مش شوي صعب كتير صعب كتير الناس بتفكر إنه الفنان كتير مرتاح وبيسافر وعنده حفلات وهيك ما بيعرف إنه هو أكتر وقته بالطيارة أكتر وقته تحت ستريس وتحت ضغط تحت ناس مشرفين على كتير شغلات من شغله وأنا هيك صراحة يعني بسافر كتير وعندي شغل كتير بيتي موجود هون أنا عايشة هون مش عايشة بأي بلد تاني أنا عايشة بالأردن مش عايشة بأي بلد تاني وأنا سبق قلت يعني السبب الوحيد إن أنا أطلع من بيت أهلي اللي صار زواج يعني ما في مشروع زواج؟ والله ما في ليش يا ديانا؟ والله أنا حابة يعني بس لحد الآن ما صارش نصيب تعال يعني. أحكي لك صراحة انسي الهوى اعتبرينا تحت الهوى ما في حب؟ لا في حب أكيد بس حب بس حب ما في لسه صار بس الزواج حب. لا بس حب يعني فكرك إذا تزوجتي بروح الحب؟ كتير ناس بقولوا لي هاي الجملة كتير وكتير بقولوا ديانا يعني خليك بقصة حب لأنه هاي الفترة أحلى فترة بكرة بس تزوجي رح تعرفي وأنت بتحبي وجهك بصير حلو وشكلك حلو وروحك حلوة نفسيتك حلوة وبتحسي حالك طايرة مش عم تمشي تحسي كل الشغل اللي أنت قاعدة عم تعمليه حلو بإشراقة جديدة لو أي إشي جنبك مش حلو أنت شايفتيه كتير كويس وأنت شايفتيه حلو حتى لما نتخانق مع بعض بصير كل الدنيا عندي مش حلوة أحلى لحظة لما بنتصالح أحلى لحظة لما بنتصالح وبقول لك في إحصائية بقول لك أشهر كابلز في لندن مش عارفة كم من سنة قعدوا عايشين مع بعض وبحبوا بعض بطريقة مش طبيعية بقول لك شو السر إنهم بتخانقوا كل يوم كل يوم بتخانقوا يعني بتخانقوا كل يوم وبتصالحوا فلما بتصالحوا أكنهم هلأ ابتدوا حياة جديدة بالحب صدقيني فاللي بتخانقوا كتير هم كتير بحبوا بعض وكتير بصير الحياة عندهم ريفريش إنهم يحبوا بعض أكتر طيب يلا بس إحنا بدنا إنه يبقى حقيقي وأنا بوعدكم إنه يكون في يعني إشي حصري عنده بس على فكرة أول مرة بحياتي يعني بقول إن أنا بحالة حب اليوم طب كتير حلو لا ده مبين عليك مبين يعني مبين على الواحد مبين انك سعيدة شو يعني عيني مثلا بيحكوا بيغزلوا غزل بيغزلوا عيونك ما شاء الله عليهم يا ما شاء الله عليهم حبيبتي. بس هلأ هيك عم بيحكوا طب يلا اسمعوا هلأ دمعوا شوي ذكرتي الحبيب خجلتيني لا مش خجلتيني ذكرتي الحبيب طبعا دائما تتذكري دائما اكيد اول شيء بتحكي معه الصبح لما تصحي صباح الخير حبيبي زي كل اللي بحبه يعني مش عم نحكي صباح الخير بيبي ومش عارف شو هالاشياء يعني بيبي او بيبي او ايش اوكي بالليل اخر شيء برضه يعني بنامي على صوته يعني هو كمان كثير مشغول وانا كثير مشغوله فهو مراعي يعني ظروف وانا مش من هدول الحبيب اللي وين رحت وين اجيت يعني اكيد بغار بس بنطاق المعقول الطبيعي والمعقول عشان برضه ما يمل وانا ما امل حلو انت الربيع أنت الربيع هاي برضو قصة حب بنعيشها كلنا أكيد لأنه الربيع العربي زي ما بيحكوا عليه كلياته بعمره ما رح يجي على الأردن لأنه إحنا عنا أحلى قائد وأحلى عائلة هاشمية والشعب الأردني كلياته دايما بإيد واحدة فأثبتت لهم بأغنية أنت الربيع إنه إحنا إيد واحدة وتحت ظل خيمة واحدة طبعا أنت الربيع إنتاج هي أول إشي يعني إنتاج كتير ناس يعني بس هي الإشراف عمر ساري كلمات محمد راشد الحناطي وألحان وتوزيع أستاذي دكتور أيمن عبد الله سجلناها بين مصر وبين الأردن
لأنه كان فيها توزيع موسيقي كتير 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 كبير. وأمانة عمان بشكرها لأنه هي أشرفت وأنتجت كل العمل وما بخلت أبدا في الحدث. حلو. وبس هنشوفه في فيديو كليب. والله ممكن فكري. نعملها فيديو كليب. احنا صراحة كنا حابين يعني نغنيها قدام سيدنا يعني وقدام كل الناس، بس ما بيغلى على رؤية اي شيء حصريا انه تكون معاكم يعني. غالية انت حبيبتي. طب سمعينا اياها. خليه احنا قاعدين هيك مع بعض. يلا يلا. نسمعها منك هلا بصوتك وبعدين بنحطها كلياتها. اوكي. عجبوا من الاردن قالوا هل سيدركه الراقي، بذلوا الرهان على الرهان لسوف يلحق بالجميع. قضت مضاجعهم قضت مضاجعهم سألت الله الله السميع، لم يعلموا أن العود هنا تصان ولا تضيع وتجوع منها الحرات السمراء والطفل الرضيع. لكننا وبعهد عبد الله خير لا يضيع، وبعهد عبد الله خير لا يضيع، وبعهد عبد الله خير لا يضيع. حلو حلو. هلا رح نسمعها بصوتك، بس ديانا هيك في عندي شويه تعليقات. كثير ناس عم بتسلم عليكي. فيدا بدارني بتسلم عليكي، ورندا كمان بتقول لك صباح الخير منوره يا ديانا. صباح النور. وفي عندنا روان من السعوديه بتقول لك ديانا انت مثل الذهب، بس في فرق بسيط، الذهب يربح من باعه وانت يخسر من يبيعك. يا حياتي حبيبتي. ربي يحفظك ويوفقك في مسيرتك الفنيه. فستانك كتير حلو يا ديانا. Thank you. منورة ديانا كرزون إناس قدوم. صباح الخير ديانا. صباح الفل. منورة الشاشة أردنية نشمية. في كمان الله يوفقك مع ابن الحلال اللي بتحبيه منتصر. Thank you. وصباحك عسل. محمد كمان بقول لك أحلى فنانة ديانا كرزون، منورة على دنيا دنيا. هبة عبيد أهلا وسهلا فيكي. خالد بقول لك يسعد صباحك منور التلفزيون. صباح النور. صباح النور. هلا يمكن شوي لينا كمان بتقول لك ومنال حرز الله بصبي عليك ديالة وعديانا منورين الشاشة. بدنا نعرف متى مسلسلاتها سوف تنعرض. رفيف غانم تسألك. إن شاء الله يعني في إشي برمضان، في إشي خلال نص السنة هاي إن شاء الله. شوفي دارين يحيى شو بتقول لك. نيالو فيكي حبيبك شو عم بيستنى. استنى النصيب. والله استنى النصيب. استنى النصيب. كمان خليني خلينا نحكي كثير يعني اسماء مش عم بقدر على تويتر ولا فيسبوك. فيسبوك. خلينا نروح على اللي كانوا قبل. وانا شفت الاعلان كمان امبارح كنتم منزلين كان كثير حلو. ام وسام تقول لك منوره يا احلى صوت بالاردن بنحبك كثير. يا حبيبتي. وكمان شدا بتقول لك صباح الخير. صباح الفل. ديانا غني انت وديالا. غرقان. غرقان كمان. احنا غرقانه ديانا في بحر الحب. لازم نغني لها. بدنا نغني شيء طرب. صياد قاعد عم يصطاد. بوعدكم ديالا تغني مع لام كلثوم. شو رايك؟ بتقوم ام وسام بتقول لك شو سر هالجمال؟ ده حبيبتي. فالحب يا ست ام وسام. والله وهي دائما شوف الحياه اكيد يعني. لا احكي لك الصراحه انت جميله. يا حياتي. انت دائما انت من لما طلعتي على سوبر ستار انت جميله. وزنك زايد، وزنك ناقص. حقيقة الله جميل ويحب الجمال. شباب صغار مزبوط يعني وجه
مجدك ما شاء الله عليه. يا حياتي الحمد لله. فديانا بنرجع نكمل معك أنا شوية أسئلة محضرت لك يوم ونكمل الناس اللي عم بيحبوك وبيصلموا عليك. بس خلينا نسمع الغنية. يلا مقطع منها خلينا. يلا. طبعا هاي مقطع منها لانه هي طويلة. ما شاء الله ديانا، بس كمان في هيك ناس عم ببعثوا لك من الامارات. يلا سمعيني. سمعك بقول لك اوكي. في عنا بحب احكي كل عام بحبك كثير يا ديانا حبيبي. هبة ابو عبده انعام كمان بتسلم عليكي. وفي عنا صباح الخير انعام قلنا، وام وسام وايه، في كمان وين راحت من الامارات. اوكي رندا كمان بتقول لك صباح النوره يا ديانا، صباح الفل. وكمان في عنا وفي يجي في من الامارات والله راحت الصفحه لانها عم تقلب. اوكي ديانا ما عم تتوفقي في مدراء يديروا اعمالك. مزبوط. وهذا السبب اللي خلى يمكن الناس يزعل منك. شوي مش عم بتوفق صراحة، ما بعرف ليه. يعني اختيارك مش عم بيكون صح، مش ولا اختيار بتعرف هذا اللي بدخل عليك انه انا بدي اعمل لك واعمل لك واعمل لك. يعني الواحد ما بيبين الا بالعشرة بالسفر، بتشوفي كيف بيشتغل، كويس علاقاته مش كويس علاقاته. فللأسف خلص من اولها يعني انت مش عم تشتغل لي انا، لانه عم بعطي كل جهدي، فانت مش عم تشتغل لي ومش عم تسوق اني صح. لانه الفنان بلا تسويق صراحه ولا إشي، قد ما بيشتغل وقد ما بيعمل قد ما بيعمل البومات، اذا هو مش مدير اعماله عم بيسوقه بطريقه كويسه وطريقه كلاس يعني مش راح يشتغل. ف
فللأسف. بس الحمد لله يعني أنا هلأ هاي الفترة معي حد كتير كويس ياسر مال الله، هو شريكي بالأول إشي، لأنه هذا أهم إشي إنه أنت تبقي مش داخل إنه حدا ضغط عليك بأشياء أو محتكرك ويستغلك. فلا هو شريكي، هو مدير أعمالي، هو صديقي وأخوي الكبير وماسك لي كل شغلي. فالحمد لله انه هلا بلشنا بهذا الالبوم، وان شاء الله يا رب انه يبقى عنا شغل احسن ان شاء الله، يكون فاتحه خير عليكي ان شاء الله. في حصولك على افضل مطربه اردنيه في مهرجان تايكي 2012. مزبوط، هو انا كنت بفئه المطربه العربيه، وهذا فخر لانه اكون بفئه المطربه العربيه، بس لانه ما كان عندي البوم نازل فانحطيت بفئه الفنانه الاردنيه. يعني السنة أخذت أفضل فنانة أردنية، بس السنة الجاي لازم أكون بفئة المطرب العربية ولازم أخذها، لأنه مهرجان تايكي مهرجان بقى مهرجان عربي، مهرجان كتير كتير كبير، وأكبر الدليل وجود فنانين كتير كبار فيه وأخذوا جوائز كتير كبيرة، فشرف لإلي أنه أخذ التايكي كل سنة. يعني إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاي بتاخذيه إن شاء الله العربية والعالمية كمان يا رب إن شاء الله. طرب ديانا، هي رب مين غنى وسلطن بالطرب؟ ايش نسمع ايش طرب منك؟ حنقول لأم كلثوم. نقول لأم كلثوم. ودارت الأيام وحبيتي يا ديانا مظبوط. ومرت الأيام ترارا ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام قابلته ونسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سرته قابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سرته وسمحت عزبال ترارم قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي 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 انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليه حبيبي. لا راحت عليه. روعة روعة. يسلم هالتوم يا ديانا، الله يوفقك بحياتك العملية والعاطفية، وإن شاء الله يا رب الزوجية يا رب وبالرفاه والبنون، نشوف أولادك الحلوين. تسلم يا حبيبي، شكرا ديارة كتير لإلك ولكل الناس، وبدي أشكر مايا وإلي من صلاة جو رعد، اليوم اهتموا بشكلي والناس عم تتغزل فيه، فبشكرهم كتير وبشكرك ديارة. ثانك يو كتير، وكتير فانز هون، حتى بشكر كل الفانز أكيد عم ببعثوا اللي قرأتيهم واللي ما قرأتيهم أكيد يعني من اللي عشان الوقت، لأنه عم بلفوا عشان الوقت. أتمنى لك كل التوفيق وما تغيبي أكيد شور ضلك عنا في مناسبات كتير جايتنا وكل سنة 3-4-5 مرات أكيد أكيد. موفقة ديانا حبيبتي ديانا، بسطنا فيك. مرسي، ثانك يو.